بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان، الأشرفان الأنوران، الأعطران الأزهران، على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم أمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم الحياة أخلاق، ولسه مكملين الحديث عن الآداب الإسلامية، وكنت تحدثت قبل ذلك عن آداب الصلاة. من آداب الصلاة إن الإنسان يسبغ الوضوء، وإن الإنسان يصلي بخشوع وإتقان وإقبال على الله، وألا يلتفت أثناء صلاته. أيضا من ضمن آداب الصلاة الاطمئنان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو فاكرين حضراتكم زمان لما تكلمنا عن فقه الصلاة وأركان الصلاة، قلت الركوع والطمأنينة فيه، والرفع من الركوع والطمأنينة فيه، والسجود والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه. نفهم من هذا أن الطمأنينة من أركان الصلاة. لا تصلوا كنقر الديكة، ما تصليش زي نقر الإيه؟ الديكة، طالع نازل بتجري، ما انتش فاهم انت بتقول إيه. إنما الصلاة تصليها بإتقان وخشوع وخضوع، تصلي وأنت تعقل ما تقول، تصلي وأنت تعقل. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. يبقى الطمأنينة من آداب الصلاة. كذلك أيضا التفكر والتدبر، تتدبر فيما تقرأ، تفكر وأنت ساجد لله أنك خضعت وسجدت وأيقنت أنه لا يسجد إلا له سبحانه، لا معبود بحق إلا الله. عندما تقرأ الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قل في نفسك أحمدك يا ربي، لك الحمد مولانا على كل نعمة، ومن جملة النعماء قولي لك الحمد. الرحمن الرحيم، قل في نفسك ارحمنا يا ربي برحمتك الواسعة. مالك يوم الدين، لك الملك والملكوت، إياك نعبد وإياك نستعين. قل في نفسك استعنت بك يا ربي فأعني. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. قل يا ربي اهدني إلى طريقك القويم، صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم اجمعني بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأنت راكع تقول سبحان ربي العظيم، أنت العظيم ولا عظيم سبحانك يا ربي. وأنت ساجد سبحان ربي الأعلى، علوت يا ربنا على كل شيء، سبح اسم ربك الأعلى، أدع ربك في سجودك والله يستجيب لك. بهذا يتبين لك أن تصل إلى رتبة التفكر والتدبر في الصلاة. وفي وصية إن احنا نصل للتدبر والتفكر، هقولها لكم بعد الفاصل، خليكم معايا وصلوا على الحبيب.